أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفقد فجر اليوم عددا من المشروعات التنموية بمنطقة تشكى ويشيد بجهود تنفيذها. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويؤكد أنه سيواصل جولاته صباحا ومساء لمتابعة انتظام مواعيد القطارات. ودوليا، مصر تدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا على مسجدين بنيوزيلندا أدى إلى مقتل 49 شخصا. وإليكم التفاصيل. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية في منطقة تشكى، وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي بأن الجولة شملت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب والأغنام، مشيرا أن الرئيس التقى عددا من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات واطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ. وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي أشاد بجهود القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة تشكى، مؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز المشروعات العملاقة وفقا للجدول الزمني المقرر. أجرى وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية في 7 من صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب. وخلال الجولة وجه الوزير إلى زيادة معدلات النظافة بالمحطة وتشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمي ورصيف 4 و11 تسهيلا على ركاب. هذا والتقى وزير النقل عددا من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مواعيد قيام القطارات، مؤكدا أنه سيواصل جولاته صباحا ومساء لمتابعة انتظام المواعيد وأن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم. وإلى أخبار الاقتصاد. أكد وزير المالية محمد معيط اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليا دون تداول لأوراق النقد. وأوضح معيط أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بالكامل، مشيرا أن الأمر يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية للاقتصاد المصري. وفي سياق آخر، قال وزير الإسكان عاصم الجزار أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات كبرى لمياه الشرب وصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية. وأوضح الجزار أن من بين تلك المشروعات مشروع فصل ونقل مياه غسيل المرشحات وإعادة استخدامها بدلا من صرفها على مصرف تعمير، ومشروع صرف الصحي بمنطقة أبو تلات بتكلفة 350 مليون جنيه، مشيرا أن نسبة التنفيذ بهذا المشروع بلغت 30%. وقالت وزارة الصناعة إن 1529 منشأة
صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصاريح البناء خلال يناير الماضي. وأفاد تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة عمرو نصار بشأن مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية في يناير، أفاد بأن إجمالي عدد الرخص والتصاريح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 11,500 رخصة. وفي الشأن الدولي، دانت مصر بأشد العبارات هجوما إرهابيا استهدف مسجدين في نيوزيلندا صباح اليوم. وعربت مصر في بيان للخارجية عن خالص التعزية والمواساة لأسر ضحايا، مشيرة أن هذا العمل الإرهابي الخسيس ينافي كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيرا جديدا بضرورة تواصل وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة كل أشكال العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له. وكان 49 شخصا قد قتلوا وأصيب آخرون جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين اعتقال منفذ الحافز الحادث واثنين آخرين عاوناه لكنهما لم يشتركا في التنفيذ بشكل مباشر، مضيفة أنه جرى تفكيك متفجرات في سيارات بمحيط موقع الحادث. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن منفذ الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا هو مواطن استرالي الجنسية، واصفا إياب المتطرف واليميني والعنيف. باتباع طبعا تعليمات الشرطة، طبعا بالرغم أن المعتدين قد اعتقلوا، ولكن قد يكون هنالك شيء لا يزال مشكل خطر على الجمهور. إذن أتمنى من الجميع الاستمرار بالاستماع إلى نصيحة الشرطة، ولكن أقدم أيضا تأكيد للشرطة للناس وأقول لهم بأن الشرطة الآن تعمل على قدم وساق، والآن نشرت قوات شرطة إضافية من أجل تأمين المجتمع، لكن أقول لكم بأن أمن أولئك الذين الآن يتجولون في كرايست تشيرش موجود. وفي شأن آخر، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة تل أبيب الإسرائيلية. وأكدت حماس أن الهجوم وقع حينما كانت قيادة الحركة تبحث مع وفد أمني مصري تفاهمات خاصة بالقطاع. كان الجيش الإسرائيلي قد حمل حركة حماس مسؤولية الهجوم بصفتها المنظمة الرئيسية في غزة ومسؤولة عما يحدث داخل القطاع، وذلك حسب بيان لجيش الاحتلال. وفي العراق، أفاد مصدر أمني بمقتل مدني في هجوم بأسلحة كاتمة شرقي العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار اتجاه مدني في منطقة سبع قصور، ما أدى إلى مقتله في الحال، مضيفا أن قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته. وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في محافظة كركوك مقتل عنصر من الحشد جراء هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي. وإلى أخبار الرياضة، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة شبيب الثورة الجزائري غدا. ويستضيف الأهلي شبيب الثورة في تمام السادسة مساء غد على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. كانت الجولة الخامسة لدوري المجموعات قد شهدت خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب بالكونغولي بهدف نظيف، ليتجمد رصيد الأهلي قبل مواجهة غد عند 7 نقاط في المركز الثاني. ومحليا، يلتقي فريق الانتاج الحربي والنجوم في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين
من الدوري الممتاز لكرة القدم يدخل الانتاج الحربي المباراة وفي غعبته 31 نقطة تضعه بالمركز الثامن، فيما يخوض فريق نجوم اللقاء متزيل جدول الترتيب الدوري برصيد 22 نقطة. وإلى أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل إلى الدفء على شمال الصعيد، دافي على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 13، العظمى 19، وادي النطرون 11-22، الإسكندرية 11-18، مطروح 11-18، طنطا 12-19، منصورة 12-20، دمياط 13-19، بورسعيد 13-19، الإسماعيلية 10-20، السويس 12-20، سان كاترين 4-15، شرم الشيخ 15-25، والغردقة 14-25، المنيا 10-22، أسيوط 9-22، سوهاج 8-23، قنا 10-24، الأقصر 11-24، أسوان 14-26، شلاتين 17-26، حلايب الصغرى 19، العظمى 24. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يتفقد فجر اليوم عددا من المشروعات التنموية بمنطقة تشكى ويشيد بجهود تنفيذها. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويؤكد أنه سيواصل جولاته صباحا ومساء لمتابعة انتظام مواعيد القطارات. ودوليا، مصر تدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا على مسجدين بنيوزيلندا أدى إلى مقتل 49 شخص. مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.